الواقع الذي نتحدث عنه أن الجمهورية الإسلامية الآن هي قلب وداينمو لمحور، محور مقاوم، وهذا المحور الآن أصبح واقع ويغير صورة ويرسم صورة جديدة الآن على مستوى الشرق الأوسط. وهذه الصورة وهذا الواقع وهذه المبادئ وهذه المواد الدستورية تتقاطع بصورة كاملة مع رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط وللعالم بصورة عامة. تحدثنا عن قبل قليل على أن فلسطين بالنسبة لي هسه خلنا نحصرها للشيعة تحديدا هي مسألة عقائدية، هناك إمام منتظر وإن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى سيعجل بظهوره، والمعركة الأخيرة تحدث على أرض فلسطين، والانتصار الأخير على الحروب على الجيوش الصليبية تكون في فلسطين، ومنها تذهب وتقام دولة العدل الإلهي. هذه عقيدة بالنسبة لنا، والبعض من أخوتنا في المذهب السني يؤمن بهذه العقيدة. بالمقابل وجود الكيان الإسرائيلي للتعجيل بنزول المسيح عقيدة أيضا للجانب الآخر، يعني معركة وحرب عقائدية، هذا من جانب أساسي منها.